وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث يعتزم نجم كرة القدم المعتزل الحاج ضيوف الترشح للانتخابات الرئاسية في السنغال. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن ضيوف قرر إنهاء عمله في مهنة التدريب في كرة القدم والاتجاه للعمل السياسي عبر الترشح لمنصب رئيس السنغال. وقال ضيوف: لأعوام طويلة كنت أفكر في كرة القدم، ولكن لدي مسيرة جديدة وهي مسيرة سياسية. وأضاف: اتخذت قرار المشاركة في العمل السياسي لأن هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون مني تغيير الأمور في بلادي، وأنا مستعد لفعل ذلك. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين رونالد كومان مدربا للمنتخب الأول بعقد ممتد لأربعة أعوام خلفا لديك أدفوكات، والذي فشل في التأهل للمونديال. وقال كومان: أعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لكني أتحلى بالثقة على أي حال، أرى الكثير من الإمكانيات في الفريق. وأضاف: ليس لدينا أفضل اللاعبين، لكن هذا لا يعني أننا ليس بمقدورنا صناعة فريق جيد، وهناك وقت قبل العودة للبطولات مجددا. كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالنجم الإسباني ماركو أسانسيو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ليعوض الرحيل المنتظر للبلجيكي إيدن هازارد. وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن الفريق اللندني يجهز عقدا بقيمة 120 مليون يورو لجلب اللاعب الشاب الصيف المقبل، وأن الاتفاق قد يشمل انتقال هازارد إلى مدريد. أصدر المدعي العام الإسباني حكماً بحبس اللاعب التشيلي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أليكسيس سانشيز لمدة 16 شهراً مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامه بالتحايل الضريبي خلال فترة تواجده بنادي برشلونة الإسباني عامي 2012 و2013. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن قرار المحكمة الإسبانية جاء بسبب تهرب اللاعب من دفع 890 ألف جنيه استرليني كضريبة حقوق صور شخصية، مما قضي بالحكم عليه 16 شهراً يتم تنفيذه محل ارتكابه أي مخالفات قانونية خلال العامين المقبلين. وتوصل لاعب اليونايتد الحالي مع السلطات الإسبانية، حيث سيقوم اللاعب بإعادة دفعه للمبلغ بفوائده مع اعترافه بالتلاعب بحقوق بيع صوره إلى شركة أجنبية سعيا للتهرب الضريبي. قال نادي فاسكو دي جاما البرازيلي أنه لم يتلقى حق الرعاية الخاص بانتقال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الحالي وفقا للعقد بين النادي السابق ليفربول والحالي برشلونة. وقال أورلاندو ماركس نائب رئيس النادي البرازيلي أن النادي لم يتلقى حقوق الرعاية بعد، موضحا أن العقد ينص على تلقي نادي فاسكو دفعة أولى قدرها 3 ملايين يورو من برشلونة بعد 30 يوما من تسجيل كوتينيو في الدوري الإسباني، وفي وقت لاحق يتلقى الدفعة الثانية وقيمتها 750 ألف يورو.
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقدم النجم البرازيلي نيمار جونيور بشكوى ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني بسبب رفض البارسا دفع مكافأة تجديد عقده، ويطالب نجم السيسلسا ونادي الكتالوني بحوالي 30 مليون يورو كمكافأة تجديد عقده مع بلوغرانا، إلى أن إدارة برشلونة ترفض الاستجابة لطلبه بحجة أنه لم يلتزم بالتعاقد لنهايته ورحل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.